يعني نحن معنا آبار سطحية كثير، بس ماشي بما الآن نحن يوم الأمطار مع الأبير من الآن السطحية، لكن هذا بهذا الوقت نحن معانا إلا هذه البير. طالع واحدة من أكثر المحافظات اليمنية اللي تعاني من شحة في مصادر المياه. الإشكالية إنه التكوين الجيولوجي والطبوغرافي لمحافظة طالع لا يسمح بتغذية المياه الجوفية وحتى السطحية والقريبة. التغيرات المناخية بشكل عام يعني التي الكل متابعها وتأثيراتها، ونحن بتأثيرها بالتغيرات المناخية بالذات بصورة مباشرة، خاصة أن بلدنا لا يوجد فيه ولا أنهار ولا أنهار، ومعتمدين على الأمطار خاصة في التوزيع المطري على الزراعة وعلى مناطق زراعية بالذات. نتيجة التغيرات حتى المناخية والاحتباس الحراري في نقص في الأمطار الموسمية اللي بتطلع على المحافظات. هم سهران، هم تعفق، هم العنى فيهم طوص الليل سهران. تصر المياه قلب المياه على النساء. على النساء أيوة. النساء تعاني كثير من شحة المياه، ومن يعني يعانين ليل ونهار هو 24 ساعة، وهم القاسمين فوق هذه البير الأربع دباب وخمس دباب. زاقع واصل اللي فوق البير يعني خلال 24 ساعة، وخاصة في هذه الفترة في هذه السنة ما فيش مياه تحصل النساء كامل يعانين من شحات المياه. يساعدوهم صيب الرجال يساعدون في عنده إمكانية يجيب بوزن ضرع من ضالة ولا كل جهد. ها مجتهد على هذا القوت الضروري، ونحن مجتهدين بالماء بالحطاب بالتعب. يعني ما تروحوش بسمع المياه تقسوا تعبوا الماء. أخوانكم ما يعبوش الأولاد يدرسوا، والبنات انتم ما تدرسوا تعبوا ماء. يتسبب أحيانا يتسبب المدارس من تحت رأس هذا، أو يبدأين أول يسأبين أو يقلبين الماء بعدين يروح على المدارس. أكيد عندنا المدارس يلا نبت لسادس لسابع بعضهم أرجان لسادس لسابع. بعد الزواج اللي بكر عندك يعني خلاص أنت أبين السادس لسابع تصير تزوج. لما تقع مثلا تقعي المركب الأم كبير تقول إن شاء الله بزوج ولدي عشان ولا ابني عشان يجيبني شقالة، والمختصر المفيد كأنها شقالة مش بنت ولا كأنها يعني تزوج ابنها عشان تجيب لها ماء. طيب ما سمعتوا في حالات سقوط نساء داخل الآبار؟ في حالات سقوط في عام 2023 عن خمس حالات وفاة داخل الآبار. حصل تدافع وحصلت حالات سقوط مش مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من خمس مرات. طبعاً هم كل النساء، كل النساء لأنه قلب الماء على النساء. لأن إحنا يعني في حالات كثيرة جداً حصلت في الأزهار وبعض المناطق أيام خاصة مواسم الأمطار. مواطن يقلب الزفة الماء على مسافة 5 إلى 7 كيلو،
تقدر زفات المياه تطلع على ب 80 الى 90 الف. المياه حق الشرب هذا كله مشتروا من الضالع كوثر. ايوه، لكن المياه حق المواشي والزرع كلهم الابر، لانه في مرض البير مفتوحه وفي مخلفات ورغم اننا نشرب. يعني مخلفات زي ايش؟ مخلفات يعني حاجات دباب، حاجات بير مفتوحة، يعني كل حتى الحيوانات يعني ما دار بي. ايوه، ورغم اننا نشرب من البيت دي ينزل لعنده يعني يخاف ويباسل بحياته، يعني يباسل بحياته الى نزوله للبيع. ازمه المياه عندنا بالزارت تسببت في ضررين، ضرر اجتماعي وضرر صحي. الضرر الاجتماعي تجري ان اكثر التسرب من المدارس البنات هو بسبب المياه. الجانب الصحي ايضا وجود الفلورايد تملك ما تسبب في كثير من الامراض. يعني حالات عندكم تشوهات امراض؟ اكيد اكيد في اكيد 100%. حالات كثيره في حالات كثيره تحصلي 2% 3% حالات تشوهات. ايوه موجود بسبب الكساح، بالرجل تعوق، بالبعض اكسام اكثر ما يدخل الهشاشه، بالهشاشه العظام اكثر، حتى الضرس قال تاكلين هذولين ها وسوديين بعضهم قال تاكلين حق عيالي انا اثنين قد تاكلين ضروسهم ورجالهم عوق. يعني نحن لدينا كثير من الحالات يعني ورفعت عدة تقارير من منطقة مرفج ومناطق المجاور للمنفج بالحصين، ورفعت أسماء كثيرة يعني وإلى بعض المنظمات وإلى السلطة المحلية سواء بالمحافظة أو حتى بالوزارة. هناك كثير من الحالات يعني تشوهت بسبب شربهم المياه هذه، هناك فلورايد مرتفع. لكن فيما يتعلق بالتمويلات، اليوم برنامج استثماري حكومي هو متوقف منذ العام 2004، وبالتالي كافة البرامج التي الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة الضالع هي برامج خارجية معتمدة على المساعدات الدولية. إلا أنه هذه التدخلات لا توفي بالغرض، فالأزارق لا زالت بحاجة ماسة إلى أن يكون هناك تدخل سواء من قبل الجهات الرسمية الحكومية أو من قبل الجهات المنظمات أو من قبل المنظمات الدولية. التمويلات اللي تذهب لمحافظة الضالع هي تمويلات لا بأس فيها، لكن حجم الاحتياج كبير. مديرية الأزارق تعد من ضمن أفقر المديريات على مستوى المحافظات الجنوبية، تعتبر من ثاني مديرية على مستوى الشمال الجنوب واقعة تحت خط الفقر وفقا للتصنيف العالمي للمنظمات الدولية. السلطة المحلية طبعا في المحافظة ليس لديها إمكانات حقيقة مالية أو مادية، لكن نحن نعتبر مسهلين للمنظمات الدولية، أي دعم يأتي سوف نقوم بواجبنا من أجل حل أي إشكاليات تواجه تنفيذ مشاريع المنظمات الدولية أو الجهات المركزية إذا ما وجد الدعم. دعم المنظمات نستطيع من خلاله أن نعمل مشاريع نمطية بسيطة تعتبر كإسعافية. نحن نطالب المنظمات تدخل أكبر للتخفيف من آثار هذه الأزمة في مجال توفير المياه صالحة للشرب، في مجال يعني الدراسات والبحوث حول الأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة. نتكلم عن النخيل، هناك تعرض هذه السد والحاجز إلى إجراء التخريب، هذا ظاهرة غير سليمة. كان على أقل تقدير يخفف من معاناة المزارعين، كانوا الناس يستطيعوا إنه يحصلوا على المياه
واليوم كما عرفت بأنه المناطق المحيطة بالسدقة وجدت إشكالية مجتمعية داخل المجتمع نفسه. فالأشخاص الذي قاموا بهذا العمل طبعا تم متابعتهم من قبل الجهات الأمنية وضبطهم. هناك أشياء كثيرة تصررت منها سواء كانت ضرع أو بعض من المحافظات الأخرى الجنوبية. المرحلة مرت في منعطفات كثيرة سياسية ومختلفة، طبعا أضاعت الكثير من المشاريع التي يمكن أن تستهدف في هذه المحافظات من الضالع. الضالع طبعا محافظة لا زالت الآن تدفع ثمن يعني مواقفها، وبنفس الحال تقدم الشهداء تلو الآخر في إطار هذه المرحلة. لم ترضخ لأي سياسات مركزية كانت مارس ضدها، والناس هنا أحرار الحديث دائما. صح أن احنا فقراء مش عندنا موارد وغيرها، ولكن الإنسان في الضالع حر لا يقبل أي ظلم. ناشد الجهات الرسمية، مطلب وزارة المياه والهيئة العامة لمياه الريف والمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى التدخل العاجل. نشتي ملقى على البيوت ونشتي فعلوا النبير حسين النظيفة. أيوة هذه حلول يعني تشم الماء يوصل للبيوت، عمل مشاريع المياه.